حقيقة الخبر بتاع التدشين البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية، يعني كان في احتفال أقيم. هذا الخبر كما قلت في المقدمة أثار بعض ردود الأفعال حول، يعني نحن وين، يعني نحن زي ما قال أحدهم، يعني نحن في القرن في العام 2018 في دولة أعلنت التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، تشنت نظام الدفع الإلكتروني، رشحت الأنباء عن تعاقد الإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية، تدير وزارة خارجية معركة دبلوماسية كبيرة، تتجاذب أحلاف في المنطقة. يعني كل هذا الأمر ومعه في ذات الوقت احتفال يقام في وزارة الخارجية للإعلان أمام العالم، وفيه وزراء يعني للإعلان أمام العالم وبكل شجاعة عن إنشاء بريد إلكتروني رسمي لوزارة الخارجية. السيد السفير الدكتور محمد صغيرون الشيخ، مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الخارجية، مرحب بك. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير أستاذ الطاهر. زميلنا الأستاذ التجاني خضر، مرحب بك. أهلا وسهلا، عليكم السلام أستاذ الطاهر، مرحب بك. طيب لو بدأنا دكتور محمد، يعني ما مدى صحة هذا الخبر بهذا، شنو يعني بريد إلكتروني العادل بنعرفه ده، ولا في حاجة أبعد من ذلك يعني؟ والله يا أستاذ الطاهر، طبعا كما تفضلت إن إحنا قبل شوية كنا نتحدث عن تقنية المعلومات، وإننا في قرن المعلوماتية، وإنه تم تدشين نظام الدفع الإلكتروني. وطبعا نحن في وزارة الخارجية عندنا استراتيجية للانتقال نحو العمل الرقمي أو الإلكتروني، وبدأت بالشهر الماضي نحن أول وزارة دشنت نظام الدفع الإلكتروني عندنا بحضور السيد وزير المالية. وفي نفس الوقت افتتحنا بوابة آفاق لتقديم الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، واللي من ضمنها وأهمها خدمة التوثيق الإلكتروني، هي بدينا بها توثيق الشهادات باعتبار أنه تتوسع البوابة لخدمات أخرى. بالنسبة اللي تم يوم الأربعاء الماضي، صباح الأربعاء الماضي، اللي هو تدشين العمل بنظام البريد الإلكتروني، نحن في وزارة الخارجية من بدء عندنا أنظمة خاصة ومحترمة ومؤمنة جدا للتراسل ما بين رئاسة الوزارة وما بين البحثات، وكذلك عندنا أنظمة ثانية حتى للتراسل ما بين البحثات فيما بينها البعض يعني. وقبل عدة سنوات كما ذكرنا في الحفل يوم الأربعاء، تمت محاولة لإنشاء بريد إلكتروني للعاملين في وزارة الخارجية، والهدف الأساسي من هذا البريد هو تأمين المراسلات الخاصة ما بين العاملين في وزارة الخارجية من السفراء ومن الدبلوماسيين وغيرهم، إضافة إلى أنه بيحمل الهوية الوطنية السودانية، لأنه بينتهي بSD اللي هو ده العنوان السودان في الإنترنت. وبكل أسف رغم عن الجهود البذلت خلال السنوات الماضية، احترضت هذا البريد الكثير جدا من المشكلات والعوائق، ولكن زي خلال يعني لأنه الشهور الأخيرة نحن قمنا عدنا تفعيل هذا العمل. نعم، يعني زي شنو من العقبات والعوائق؟ عمل زي ده ما هو يعني بيختلف عن البريد مثلا اللي بيعملوه في الشركات او المؤسسات بتاع الهوت ميل، بيحتاج بيحتاج الى قدر عالي جدا من التأمين حقيقه يعني. يعني ما هو ممكن اي زول يعمله يعني. انت دلوقتي لو طلبت لاي مؤسسه بريد مثلا ممكن يعمل بسهوله، ولكن بالنسبة لوزارة وخاصة زي وزارة الخارجية السودانية بتحتاج إلى أنه في الوزارات السيادية يدعم بطريقة معينة وبنظام معين. فده السبب اللي خلانا إحنا ونستقل هذه الأيام. طيب أنتوا بدأتوا قبل كده ووقفتوا؟ بدأنا قبل كده ووقفنا العوائق قبل كم سنة؟ نعم، قبل كم سنة يعني كان بدأت المحاولة ثم توقفتم؟ يعني حوالي 4-5 سنوات يعني بدأت وما استمرت بالطريقة المطلوبة يعني. ليه استمر الوقت ده الطويل ده كله عشان تصلوا الآن لهذه النتيجة؟ واحدة من الأشياء زي ما أنت عارف، السودان كان عليه حظر في المنتجات التقنية زي ما أنت عارف، فده واحدة من الأسباب اللي لأنه السيستم هو نظام متكامل عالمي يعني، أنت بتراسل الزول مش داخل السودان حتى برا السودان. لكن الآن الحمد لله نحن بالبنيات الموجودة
في المركز القومي للمعلومات اللي هو التابع لوزارة الاتصالات، هي اللي شجعت الناس واللي مكنتهم انهم يبتدوا بناء نظام من الاول بطريقة مرتبة ومنظمة ويؤدي الخارطة المقصود. وزي ما قلت لك هذه الايام يعني اليوم الصباح مثلا تمت اجازة قانون الجرائم المعلوماتية. يعني هو مش بدعة او حاجة جديدة، هي حاجة كانت موجودة وتم تطويرها، وده التطور الطبيعي اللي بيحصل. يعني انت يعني ما قبيل هذا البريد الالكتروني كنت تتعامل بالبريد الالكتروني العادي الخاص بالوزارة، كنت تتعامل بالبريد الالكتروني العادي بتاع الاشخاص يعني. ايوه بالنسبه للاشخاص، نحن بالنسبه للمراسلات والمكاتبات الرسميه ما بين رئاسه الوزاره في الخرطوم وبحسابات الخارج عندنا نظام محكم جدا، هو شغال يعني للتراسل والحمد لله ما فيه مشكله. ولكن حتى بالنسبه للافراد، بالنسبه للدبلوماسيين وكذا، زي ما عارف الوقت انت اي شخص ممكن يعمل بريد في الجيميل او في الياهو او في الهوت ميل. والمؤسسات الصغيره بتعمل نظام خاص بها معظم المؤسسات، ولكن هذا العام الآن الحكومة الإلكترونية السودانية شجعت ومتجهة إنه كل المؤسسات وكل الوزارات الحكومية يكون عندها بريد خاص بنا. الخطوة الثانية المباشرة إحنا برضو عاوزين من خلال هذا العمل ننهي الموضوع بتاع السير حتى في داخل السودان هنا، يعني بالنسبة للوزارات فيما بعدها أو تحديدا وزارة الخارجية والوزارات الثانية، عاوزين ننهي موضوع السير والوثائق والمراسلات اللي تمشي بطريقة تقليدية زي ما هو معروف والخطابات وكذا. طيب دكتور، ونعتمد توتل على البريد الإلكتروني. دكتور نعم. يعني نواصل معك، أنا دار أشوف أخونا أستاذ التجاني خدر. تجاني، أنت من الذين هاجموا هذا الخبر على ضوء الوقائع التي ذكرها الأخ السيد السفير دكتور محمد صغيرون، يعني هل شعر بأن هناك معلومة جديدة تستوجب أن تتراجع عن هذا الهجوم؟ والله الحقيقة أن ما ذكره الدكتور محمد الزين صغيرون، تحياتي له على وجوده معنا في وجوده معك في البرنامج، هو ما يزيد يعني حالة الإحباط اللي مرينا بها مجرد ما قرأنا خبر تدشين بريد إلكتروني لوزارة الخارجية. أنا كنت أتأمل فيما يقول حتى أصل إلى أن ما ذكرته وما كتبته على صفحة هذا الصباح يعني يستوجب مني اعتذارا واضحا وصريحا لوزارة الخارجية أو لوزارة الاتصالات أو الجهات المعنية بالأمر. لكن دكتور صغيرون الآن يتحدث عن عدم وجود بريد من النوع الذي تحدث عنه لوزارة الخارجية منذ 5 سنوات، هم يجتهدون لإقامة هذا البريد. الأمر الآخر الذي تحدث عنه الآن بيقول إنه البريد الإلكتروني اللي عملوه اليوم ده وهويته الوطنية هي الاس دي، اوكي نعم من عليه اوكي باعتبار ان اس دي خلاص على السودان، انه ده ايميل خاص مراسلات خاصة لوزارة الخارجية ويحمل هوية وطنية وما كانوا قادرين يعملوه بسبب الحظر الموجود على السودان، وهم مجتهدين في الوزارة من سنوات عشان يعملوا الايميل ده. يعني اي حظر يمنع ذلك؟ يعني اي حظر يمنع ان يكون في ايميل مراسلات خاصة وسرية داخل وزارة الخارجية والاجتهاد فيه ل5 سنوات؟ إذا كان هذا الإيميل هو إيميل أمن سكرت من الدرجة الأولى، أعتقد أن إمكانيات الأمن السوداني تؤهل تماما للقيام ببنى تحتية المؤسسات ووزارات الدولة مهما كان في حظر أو ما في حظر. يعني الأمن السوداني عنده ميزانية جيدة والأمن السوداني مستتب وقادر على أن يعمل مثل هذه الإجراءات. لكن المفاجأة اليوم عبر وسائل رسمية وبيان رسمي من الناطق الرسمي لوزارة الخارجية إنه الاحتفال كبير داخل صالة فخمة وجود البلح والتمر وال يعني ما يستلزم الاحتفال بتدشين بريد الكتروني لوزاره الخارجيه، احنا 2018 وزي ما ذكرت السودان الان في وسط عالم يتصارع من اجل الحياه. يعني معلومات الدكتور ما اضافت لي جديد لتغير موقفك. ما اضافت هو اضافت شيء سالب اضافي، يعني زادت شيء من السلبيه الاضافيه من معلومات الدكتور صغيرون. وزاره الخارجيه كانت غير قادره على ان تنتج مثل هذا البريد. وزاره الخارجيه تحتفي رسميا بانها استطاعت ان تعمل بريد خلال 5 سنوات، بريد زي ده بيعمله اي مهندس متدرب. يعني الاشكال يعمل هذا البريد. الاشكال دكتور محمد صغيرون الشيخ الجماعه ده عايبين عليكم الاحتفال، يعني الموضوع لا يستحق والله ان تحتفلوا يعني به. يعني طار مع احترامي الشديد هو الاحتفال، يعني نحن ما يعني عندنا يعني هو برنامج رسمي عملناه في قاعة رسمية بنعمل فيها كل اجتماعاتنا وكل مناسباتنا، ولم يكن الموضوع يعني أبها أو صرف بذخي أو كده أو كده. ولكن إحنا حقيقة
يعني دائما متعودين في وزارة الخارجية بنعمل برامجنا بالطريقة دي، يعني ما كان فيه حاجة جديدة أو غريبة. لكن زي ما قلت لك اليوم مثلا أو هذا الأسبوع كله يخصص للانتقال، هذا الأسبوع يخصص للاحتفال باليوم القومي المعلومات اللي هو حيكون يوم الأحد القادم يوم 25 مارس. نحن حقيقة زي ما قلت لك هذه الأشياء البريد الإلكتروني والمشاريع التحنية الشغالين فيها في وزارة الخارجية حقيقة ما هي يعني حاجة منفصلة عن الواقع السوداني أو عن التوجه العالمي أو كده يعني حقيقة. فأنا ما يعني أنا فهمت من تجاني أنه زي يعني إنجاز مثل هذا المشروع لا يستحق 5 سنوات يعني هو زي الناس يعني يستحق شنو يعني شنو وجه يعني وجه المشكل فيه يحتاج كل هذا الزمن يعني؟ عفوا هو زي ما قلت لك احنا البرامج الالكتروني بدا قبل كده واشتغل يعني وفي غير وفي برضه يعني كمعلومه حتى في وزاره الخارجيه وغيرها واجهته مشاكل يعني، وانما منذ بدايه هذا العام نحن بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات في توجه في السودان انه احنا نلتزم بالبريد الرسمي الاس دي، وفعلا الحمد لله نجحنا في كده. وكم كم شهر احنا شغالين في التجريب والحمد لله كان التجربه ممتازه ما احترزت اي مشاكل. واستغلينا هذا الجو العام للاحتفال باليوم القومي المعلوماتي ودشلنا واحده من الاشياء الموجوده في السودان، زي ما اليوم تم برضه كذلك تناول المشروع القانون بتاع الجرائم المعلوماتيه. يعني انا ما شايف انه في قضاضه يعني الناس تبرز اشياء والحاجات اللي عملتها او كده يعني جماعه مستقلين الجهد صراحه، واضح كده انه الموضوع ما مستحق يعني كل هذا الاحتفال. لا افتكر دي تجاني افتكر ده وجه الاعتراض يعني نحن هو ما هو اعتراض بقدر ما هو احباط يا استاذ الطاهر، بقدر ما انه كل يوم نحن بنسمع عن حاجه بنتفاجئ. يعني الحكومه الالكترونيه اللي تم الاعلان عنها منذ سنوات ماضيه صرفت عليها ما يقارب 10 مليار من ايام الوزير كمال عبد اللطيف، بنجي الان نحن في 2018 نقول وزاره الخارجيه عملت بريد الكتروني؟ احنا لما بنتابع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات والانجازات اللي بتعمل فيها ونستنى عن اعلان بيجينا اعلان وزاره الخارجيه عملت بريد الكتروني ودعت الوزراء ودعت وزير الدوله بالاتصالات انه يحضر يعني حتى الوزراء الاخرين مشاركين في احتفال على مستوى الدوله اللي هي يعني احنا بندفع ايصالات المرور من 3 سنوات بالدفع الالكتروني باعتبار انه الحكومه الالكترونيه خلاص. الوزير الدوله الاستاذ ابراهيم المرغني بيتكلم عن حكومه ذكيه مش حكومه الكترونيه بس حكومه ذكيه، يعني تجاوزنا مرحله الحكومه الالكترونيه السمارت جوفرمنت عشان نخش عليه حكومه ذكيه من قبل ما ناسس للاساس الاول بطريقه سليمه ولا شنو يعني؟ يعني دي زي القصه بتاعت صاحب البوكس اللي باع العربيه بتاعته دي عشان يصلح المدرسه في الحله، وطلع في الوزاره فعلا مشكورين وسمنوا مجهوله ورجعوا له قروش البوكس وصلحوا المدرسة كويس، وزعوا أيباد ولابتوبات للطلاب بتاعين المدرسة ها بالكامل. طيب الناس دي ما محتاجة أبجديات يعني تأخرت هناك تأخر شديد يعني أنا أفهم وجه الاعتراض للدكتور محمد صغيرون مجددا، يعني المسألة دي تأخرت أكثر مما يجب يعني في ظل الكلام عن حكومة إلكترونية يعني يظل مثل هذا الخبر محبطا يعني عيب الإعلان عنها يا طاهر يعني أنت تجاري تجاري تزعل إنك تمشي إلى الأمام يعني فما شايف في يعني ما شايف في قضاء أو في تأخير أو كذا يعني حتى احنا حتى الحكومة الإلكترونية اللي تم الإعلان عنها ما استكملت، وحتى لما تستكمل في مشاريع كثير جدا بتمشي يعني باعتبار انه ما هي مسألة جامدة أو ثابتة يعني احنا حنقول وصلنا للكمال يعني. وزي ما قلت لك يعني احنا ما عملنا احتفال بزخي ولا صرفي ولا كلفنا الدولة حاجة ولا حتى وزارتنا كلفناها حاجة. لا هو افتكر يعني الاعتراض على المبدأ نفسه انه الموضوع ذاته ما بيستحق ذاته يذكر يعني باعتبار الناس كانوا متخيلين أصلا البريد ده موجود يعني وكانوا يعتقدوا انه يعني كل معلومات وزاره الخارجيه تمر عبر هذا الطريق الامن يعني طريق البريد الخاص بوزاره الخارجيه عندها قنوات زي ما قلت لك قبل كده دي من القنوات التقليديه مراسلات شغال بصوره من ومش هو يعني تقليدي نحن واقفين من الزمان زي ما كنا بنستخدم المورد، احنا بدينا بحاجه بدري كان المورد والناس كله يتطوروا، حتى الان احنا بنستخدم الليتست يعني بالنسبه لاتصالاتنا الرسميه ومراسلاتنا المكتوبه.
لكن زي ما قلت لك احنا برضه حتى المراسلات الشخصيه لدى الزملاء ولدى المنسوبين حبينا انها تتم بطريقه منظمه واكثر امنا وما تتخطى في سيرفرات ما معروفه بالنسبه لنا او اجنبيه او كده، وده السبب يعني خلانا نعمل هذا البريد بالطريقه دي. يعني تجاني يعني ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. انظر لكوب، اسمع لكوب الملآن من النصف الملآن من الخبر. في حاله زي دي لا ينطبق هذا المثل ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، واحنا في عصر يتسابق فيه الناس للفضاء. احنا في 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 زمن الان يعني الحروب اصبح شكلها واضح عند الناس، احنا نقول جينا متاخرين، ما في طريقه انك تجي متاخر في زمن. لا يعمل شنو يعني؟ افضل انك ما تجي. جماعه انجزوا خطوه الى الامام. يا دكتور دكتور برجع عليك خليه بس يكمل الفكره. نعم تجاني كمل. قال لي كان بالامكان وزاره الخارجيه تعمل تنبيه سطر تحت في برنامج وجه النهار في التلفزيون القومي ان بامكان الناس الان معرفه انه في بريد الكتروني لوزاره الخارجيه من دون اللجوء مع الاعتذار على التاخير ومع التوضيح انه ليه تاخرت، لكن احنا عندنا المثل اللي بيقول الفلهم العوره غير بطاريه في القمره، يعني لا قادرين احنا نعمل حاجه. وكنت نجي نعملها نقول نحتفل بها في زمن المتاخر، المفروض عن حياء واستحياء يكون الحاجه باعلانها بالشكل ده وكل حاجاتنا مشوهه بالطريقه دي في زمن احنا المفروض نكون فيه متقدمين وماشيين. الحاجه عملها لنصها من غير ما نعمل البيزك بتاعها بناء على الحكومه الذكيه والالكترونيه. واحنا الان الناس بتسعى، الحكومه كان بتسعى لنا ترجع الاموال للمصارف عشان تقدر تتحرك فيها ونحول لحكومه دفع الكتروني. الان بقت الاموال عند الناس بحاجبيننا لانه ما داري انه بدها البنوك، لان البنوك ما بتديهم. يعني هذه التشوهات وهذه الاشياء الغريبه دي هي بتعطل حركه التنميه من الاساس، لان الموضوع هو في الفكره. وما دام الفكره يحتفى بها بهذه الطريقه بدون استحياء، فما اعتقد انه نحن حننجز حاجات اكبر من بريد الكتروني يعني. نعم دكتور محمد صغيرون، ثم ماذا بعد؟ يعني تعليق على تجاني ختاما، ثم ماذا بعد نختم الفقره يعني. والله ختاما زي ما قلت لك احنا عملنا حاجه ضمن سلسله كبيره جدا من المشاريع، وزي ما انتم كاتبين عندكم دلوقتي في الشريط الاخباري بتاعكم في ابريل حننتقل لمرحله ثانيه من مراحل العمل الرقمي والالكتروني عندنا في وزاره الخارجيه. والهدف من كل هذه الاشياء هو يعني تامين وتسهيل التواصل بين الوزاره وبين بعثاتها في الخارج ومواكبه الحاجه الحاصله في العالم يعني. ونحن ما اتينا بحاجه غريبه او حاجه شاذه او حاجه متاخره يعني. شكرا لك سعاده السفير الدكتور محمد صغيرون الشيخ مدير اداره تقنيه المعلومات بوزاره الخارجيه. تجاني خضر شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. بعد الفاصل فضيل النقاش ليست بعيد عن هذا الموضوع. مجلس الوزراء اليوم أجاز مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، نناقش هذا الموضوع كذلك. خليكم معنا.